وللحديث أكثر ينضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد هاني المصري. أهلا وسهلا بك معنا سيد هاني. إذن هذه الزيارة جاءت بعنوان ترسيخ هدنة غزة وضمان عدم تفجر الصراع كما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى. إلى أي مدى هي قادرة فعلا على تثبيت هذه التهدئة، وإلى أي مدى من الممكن أن تكون نواة لعملية سلام شاملة؟ أعتقد أن زيارة بلينكين تؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية قضية هامة ومركزية وليست ثانوية كما روج في السنوات الأخيرة، وأن بدون حل هذه القضية لا يمكن أن تشهد المنطقة الأمن والاستقرار والسلام، وهذا شيء مهم. ولكن نلاحظ أن وزير الخارجية الأمريكي مثل الرئيس الأمريكي يركزان على أمن إسرائيل وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها باعتبارها المنطلق والقضية الأساسية، وهذا لن يؤدي إلى مقاربة سياسية قادرة إلى نزع فتيل المواجهات وفتيل التوتر وعدم الاستقرار، بل الدوران في حلقة مفرغة من تهدئة الأوضاع إلى حين الجولة القادمة، بل الجولة القادمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه يمكن أن تكون أسرع مما يعتقد الكثيرون. نريد حل لأسباب وجذور الصراع الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب على هذا الاحتلال من عنصرية ومن عدوان وتقطيع أوصال وتطهير عرقي وحصار وإبقاء قطاع غزة في أطول سجن في التاريخ. وبالتالي إذا لم نعالج هذه المسألة ونركز فقط على كيفية سيد هاني، هنا السؤال ما قلته الآن سيد هاني يدفعنا لسؤال، إذا كانت هذه القضية الفلسطينية هي فعلا قضية أساسية عند الإدارة الأمريكية الحالية كما تفضلت وليس كما يشاع بأنها ليست قضية أساسية، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الزيارة ضاغطة على الجانب الإسرائيلي لوقف التهجير خاصة في شيخ زايد والذي الشيخ جراح، كما كانت هذه نواة الصراع الذي الأخير، وأيضا إنهاء الانتهاك إسرائيلي القانون الدولي ولوقف عمليات التوسع والاستيطان وحماية الفلسطينيين بشكل عام؟ أيضا ممكن لهذه الزيارة والجهود الأمريكية والدولية يعني التي تستند على المواجهة الفلسطينية وليس يعني التبرع أو مبادرة من الأمريكان بعد أن نفض الشعب الفلسطيني بمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى طرد يعني حي الشيخ جراح وما قامت به إسرائيل في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الذي حرك العالم وليس الضمير ولا الأخلاق ولا العدالة ولا القانون. وبالتالي إذا لم تستمر المواجهة الفلسطينية والدفاع الفلسطيني عن الحق بالبقاء في الوطن وعن الحق في البقاء في البيت الذي يعيش فيه هذه العائلات منذ عشرات السنين، إذا لم يتم ذلك لن نجد تحركات وإنما نوع من التهدئة ونوع من الإبر المسكنة. لا نريد إبر مسكنة، نريد حل جذري. الحل الجذري يقتضي أن نمسك بجذور الصراع وأسباب الصراع الأساسية وليس الحديث عن مثلا دق إسفين الفتنة بين الفلسطينيين من خلال الحديث الأمريكي أنهم سيدعمون السلطة في مواجهة حماس، هذا يعني أنهم سيدعمون استمرار الانقسام. طب وبدون توحيد الفلسطينيين كيف يمكن أصلا أن نصل إلى أي شيء؟ هذا سيؤدي إلى مجرد تهدئة مؤقتة وتمهيدا للانفجار القادم. نحن نريد حل موضوع الانقسام ونريد إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق والمصالح الفلسطينية باعتبارها هي الطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار. ما عدا ذلك هو دوران في الحلقة المفرغة التي دارت فيها الإدارات الأمريكية ما قبل ترامب، لأن ترامب يعتبر رئيس شاذ لأنه انحاز بشكل كامل للاحتلال ولليمين الإسرائيلي، بينما بايدن انحاز إلى إسرائيل كما انحاز الرؤساء الأمريكيين منذ تأسيس إسرائيل حتى الآن وليس إلى اليمين الإسرائيلي. نحن نريد أكثر من ذلك، نرى التغير ولكن هذا لا يكفي على الإطلاق. كيف تنظر لمشاركة الدبلوماسية الأردنية نظيرتها الأمريكية في هذه الزيارة؟
يجب أن يكون هناك مشاركة أردنية ومصرية وعربية، لأن القضية الفلسطينية قضية عربية وليست قضية فلسطينية فقط، وما يجري في فلسطين وعليها يؤثر على الأردن وعلى العرب وعلى العالم كله، وبالتالي نشجع المشاركة الأردنية والمشاركة العربية لأنها ممكن أن تحدث نوع من التوازن المطلوب في مواجهة التفوق العسكري والاقتصادي والتكنولوجي الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا من يعني نتائج هذه الزيارة ستكون تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر، هل هنالك آلية جديدة يمكن أن تطرحها هذه الزيارة لإيصال هذه المساعدات بشكل أسرع؟ نعم، حسب التصريحات الأمريكية يريدون استخدام السلطة كطربوش واستبعاد حماس مع أنها هي السلطة القائمة في قطاع غزة، واستخدام يعني المؤسسات الدولية وربما الشركات المصرية، وهذه حلول تنتمي إلى العهد الماضي، يجب أن لا يعاد استخدامها مرة أخرى. يعني العمل من أجل توحيد هيئة فلسطينية تمثل الفلسطينيين جميعا من دون بث الفتنة ما بين الفلسطينيين هو الأمر الواقع. كما تلاحظ في الأيام الأخيرة إسرائيل شددت إجراءاتها ضد قطاع غزة حتى ما قبل العدوان، سواء من حيث صيد السمك أو من حيث إدخال المواد، وهذا يعني أن إسرائيل تذكي عوامل الصراع ولا ينتقدها أحد ويتم تجاهل هذا الأمر. هذا يعني أننا أمام وضع متفجر يجب السعي لحله من خلال الضغط على إسرائيل، لأنها هي القوة التي تقوم بتأجيج الصراع وتأجيج الوضع في محاولة للتخفيف من وطأة الهزيمة التي لحقت بها بالمواجهة الأخيرة. نعم سيد هاني، نتنياهو يقول الآن في المؤتمر الصحفي الذي نشاهده الآن عبر الشاشة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يقول أن ردنا سيكون قويا إذا كسرت حماس وقف إطلاق النار. يعني في ظل هذه الزيارة لغايات التهدئة، كيف تنظر لهذه التصريحات من نتنياهو؟ هذه التصريحات تدل على العنجهية والغطرسة والإيمان بالقوة، رغم أن القوة بدت محدودة الفعل لأنها اختصرت على تدمير المنازل والأبراج والمدارس والمكاتب الإعلامية والإبادة البشرية والبنية التحتية، ولم تستطع أن تمنع المقاومة من استمرار إطلاق صواريخها بفعالية وبشكل واسع، وبالتالي هذا تبجح يعكس وهم بالانتصار في حين أن الحقيقة يعرفها يعني أهل إسرائيل كما نراها من خلال تعليقاتهم ومقالاتهم وانتقاداتهم لجيش الاحتلال على الأداء السيء الذي قام به بالمواجهة الأخيرة. يجب أن يتم لجم نتنياهو ولجم الاحتلال، وهم يحاولون دائما إبقاء إمكانية المواجهة مفتوحا كشكل من أشكال الضغط على الفلسطينيين واللعب على تضحياتهم وآلامهم. نعم، ننوه لما قاله أيضا وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الزيارة جاءت في محاولة للحد من التوتر. أشكرك جزيل الشكر السيد هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.